هي انظلمت بالأول، بس بدل ما تساعد المظلومين صارت هي الظلم. بس في شغلة صغيرة تعملوها بالأول وبعدين بتروحوا بتدوروا على خيالكم. وطردتيهم واحد ورا الثاني، وطردتي بيت البيطار، وطردتي عيلتك كلياتها، وكملتيها بموت راشد أخا كمان. أخا والله يا سعاد تدفعي حق الدين دم الله. المطلوب فقط تزويدنا بالطاقة.